يا صباح الفل واللي يسمعنا كل اخواتنا حبايبنا في كل مكان، ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى صباح عليكم وعلى كل متابعين احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه في البرد ده؟ ربنا يسترها. شهر صعب، ربنا يعديه على خير. الناس لازما في البرد ده تخلي ترفع مناعه الحمام والحمام تدفيه، تمام؟ بتدفيه بنجيب عسل اسمر وليمون في قلب الميه، تمام؟ هنحطه على الميه بتاع الحمام ونشربه مع بعض زي ما عودناكم. اي حاجه بتستفيد للحمام بنعملها. لازم احنا غسلنا السقايات بتاعت الحمام وظبطناها، وبرضه عشان برضه الناس اللي ما تاخدش بالها بقدر المستطاع اعزل حمامك في الشهر ده، اعزل حمامك في الشهر ده، لان هتيجي تبص تلاقي الحمام واقف كمشان من البرد، عشان الحمام اصلا وهتلاقي فيه بيت بيبوظ. الحمام بيقوم من على الحصى بتاعه، تمام؟ البيض بيجوز منك. فاحنا لازم ايه؟ تعزل الحمام اليومين دول لحد ما الجو يبدا يستقر، وبعد كده تجوز الحمام براحتك. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط على الجرده الميه زي ما عودناكم، الجرده الميه اهو، تمام؟ نحط عليه عسل وليمون عشان خاطر نشرب الحمام منه. الليمون اهو هنقطعها اتنين وتعصرها في الجردل، تمام؟ دي جميل قوي 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 الحمام في البرد اللي احنا فيه ده. الواحد عايز اي حاجه تدفيه، يعني بيدور على اي حاجه تدفي الحمام، يعني احنا بندور على اي حاجه تدفي الحمام. احنا طلعنا غسلنا المسع بتاعتهم وظبطناها زي كده مثلا، غسلناهم وظبطناها، اكلناهم سيبناهم ياكلوا على بال ما ياكلوا، كنا احنا عملنا ايه الميه بتاعتنا. المشكله ان انت الميه اللي انت هتحط عليها عسل لازم تغسلها تاني يوم، لازم تغسلها تاني يوم. العسل الاسمر حاجة يتقلب حلو، تدوبه حلو، أهم حاجة تدوبه حلو. الموية تهلك. تيجي تبص تلاقي لون الميه اتغير باصفر، لون الميه اتغير باصفر. تعال بص على شكل الميه، دي شكل الميه، تمام؟ احنا بناخد المسا بقى ايه ونملاها، ناخد المسا ونملاها
هنجيب المسا اهو. تمام. المشكله مش حد معايا اصلا عشان ايه نصور. المشكله مش حد معايا عشان نصور. الزغاليل الكبير اهم حاجه الحمام كله يشرب من الميه اللي احنا ايه عاملين. الزغاليل بقى كله عطشان يروح يشرب على طول. تمام. زي ما ورناكم الميه لونها اصفر ازاي. دي الليمون بالعسل. ده الليمون بالعسل. ورناكم الحمام ايه بيشرب ازاي. الحمد لله. ده بيسخن جسم فرد الحمام. بيسخن جسم فرد الحمام. كده ايه زي ما وريناكم شغالين ازاي. عسل وليمون بنعصر ليمونه كامله كبيره على جرده الميه ومعلقه عسل من اللي هي كبيره على جرده الميه معلقه كبيره. تمام. يبقى كده وريناكم احنا شغالين ازاي وازاي تتعامل في البرد للحمام. واي حاجه اي حاجه تلزم الحمام احنا بنطلع المحتوى بتاعنا محتوى الحمام. المحتوى بتاعنا محتوى للحمام. كل ما هو ينفع للحمام بنطلع نقوله لكم ونوريكم بنعمل ايه ونستفاد. يا رب نستفاد مع بعض زي ما عودناكم. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعك ولا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.